السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مع الفنان الكبير حسان وأن يحدثنا عن هذه الرسالة التي يحب أن يوجهها من ملبون إلى قيادات التحالف الإريتري. فليتفضل أستاذ الفنان حسين. أيوة، أنت طلبت مني أكثر من ما هو أن أقول أنا، لأنه أنا الجانب الفني هو الجانب المفروض يكون اختصاصي وتوجهي فيه، ولكن الفن والسياسة لا يفترقان لا. يعني. أيوة، فرسالتي للمعارضة الإرثية ككل أن تتنازل عن الطموحات الفردية والمصالح التنزيمية الخاصة بها، وأن تتعلى وتترفع من هذه الرؤية الضيقة، وأن تنظر إلى إريتريا أرضا وشعبا وإريتريا الموحدة بدياناتها وعاداتها وتراثها وتقاليدها، وأن تفكر بتفكير علمي ومدروس من أجل مصلحة شعبها ومن أجل التغيير القادم في إريتريا إن شاء الله. وهذا كل ما أرجو أن أقوله لهم، وشكرا جزيلا. نشكر جدا جزيل الشكر على هذا الخطاب من ملبون، موجه خاصة لقيادات التحالف، ونتمنى هذه الرسالة أن تصل لقيادات التحالف وأن تلتزم ما قاله ما قاله الفنان الأستاذ الكبير فنان حسين. ونرجو من كل الإريتريين في الخارج وفي الداخل أن يترابطوا صفا واحدا مع التحالف حتى يسقط هذا النظام الديكتاتوري الذي لا زال يمارس كل الاضطهاد ضد الشعب الإريتري. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا وبركاته. جزيلا، والسلام عليكم.